اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم؟ عاملين ايه متابعيني المحترمين في كل مكان؟ حابه اشكركم جدا على كل كلامكم وتعليقكم الجميله، ربنا يا رب يديمكم في حياتي. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد، حطي لايك للفيديو فضلا وليس امرا، ويلا بقى لو انت اول مره تشوفيني نوريني بالاشتراك ودوسي على كلمه الكل، عشان خلاص ان شاء الله باذن الله القناه تكبر كده ان شاء الله، و من كده مبدئيا ليكوا كلكوا الناس اللي فعلا معايا من القناة من اول ما فتحت القناة لحد اليوم، ربنا يا رب يخليكوا ليا. وشكرا لأم آدم من امبارح كتبت كده كومنت، يا جماعة عايزين نفرح سارة عشان توصل لل100,000، ربنا يا رب يخليكي، ربنا يكرمك يا رب يكرمكم جميعا. بصي بقى، جالي سؤال ازاي سارة تصحي بدري. النهاردة هقولكوا ازاي تصحي بدري. اهم حاجة عشان تصحي بدري، اهم حاجه لازم تنامي بدري. لو انتي نمتي بدري هتحسي ان يومك كده فيه نشاط وصحيه بدري جدا، واليوم فيه بركه، وفعلا على الظهر كده هتكوني مخلصه كل مهامك. طيب ايه يا ساره اصحى بدري ازاي؟ انا عندي بيبي مثلا بيبقى مغلبني طول الليل. اهم حاجه تعمليها ان انتي يبقى في نيه ان انتي هتنامي بدري، وان انا خلاص انا هنام عشان هصحى بدري ان شاء الله. طيب انتي مش متعوده، تعملي ايه عشان تتعودي وتتغلبي على الحاجه دي؟ اول حاجه ممكن ان انتي تدخلي طبعا الغرفه بتاعتك وتطفي كل الانوار، لان ده بيهيئ البني ادم على النوم ان خلاص انا هنام. وطبعا لو انتي عندك اطفال لازم تعملي كده من الساعه مثلا 9:30 ولا 10، تاخديهم كده على الاوضه وبعد كده تطفي كده كل الانوار وتولعي كده نور هادي جدا، لد بقى اباجوره اي حاجه، وتبداي ان انت تتكلمي معاهم مثلا، تحكي لهم حدوته عشان يناموا، عشان انت كمان الوقت بتاعك حاجه. وانت طبعا خلاص عايزه تصحي بدري، المدرس طبعا جايه، الناس اللي مش متعوده تصحي بدري خلي المنبه او الموبايل يرن بعيد عنك. ليه؟ عشان انا تلقائي لو انا صحيت فتحت عيني وقمت خلاص انا تلقائي هفوق، لكن لو الموبايل جنبي هفضل اقفله وافتح وانام تاني واقفله وانام تاني، فالموضوع يبقى صعب جدا. فلا، لو الموبايل بعيد عنك هتقومي، والحركة دي هتخليك ان انت خلاص تلقائي ان انت تفوقي. طبعا اول حاجة لما تصحي لازم تعمليها الغرفة بتاعتك، هتظبطيها كده اول باول، ولازم طبعا تعملي الغداء اول باول كده الصبح عشان تبقي مخلصه كل مهامك. هنا انا معايا لحمه هفرمها، عايزه اقول لكم الفيديو ده بقاله كتير على موبايلي، انتم متخيلين؟ المهم فرم اللحمه في البيت من افضل الحاجه اللي ممكن تعمليها في حياتك. ليه؟ ولا فيها سمين ولا فيها حاجه مش شايفاها، مهم قوي ان انت تعملي كده بجد. ان انت المفرمة حطيها في حساباتك ان انت ان شاء الله تجيبيها، لان فعلا بتفرق جدا جدا وانت بتعملي حاجتك في البيت. هنا بقى خلاص هطلع بقى ايه الكبة عشان اعمل كده شوية بصل محترمين. طبعا هتعملي كيلو من اللحمة، حطي زيهم كيلو من البصل، هتلاقي اصلا الطعم اللحمة حلو قوي. هنا بقى معايا طاسة، وهنزل بقى دلوقتي كده اول ما تسخن معايا هنزل على طول كده حلو من السمنة، وهنزل بقى اول ما تسخن هنزل باللحمة اديها كده تشويحة كده، وتسمعي كده صوت تش كده قوي ان انت تعملي كده عشان اللحمة ما تنزلش مية معاكي وكمان تاخد صدمة، وعلى فكرة طعمها هتكون حلو قوي. وهنا بقى بشطف كده الكبة، لازم اي حاجة بستخدمها لازم اديها كده برضو ايه شطفة كده بسيطة، حتى لو انا غسلها وحطها واثقة كمان ان هي نظيفة. وهشطف البصل وهبدأ ان انا اقطع كده البصل في الكبة. سألتوني امبارح يا سارة الهاند بلندر بتاعك نوعه ايه؟ الهاند بلندر نوعه براون، وكمان هو هاند بلندر وكمان كبة ما شاء الله ومضرب بيض، التلاتة دول كنت جايبة بكام؟ كنت جايبة ب1,500. دلوقتي والله مش عارفة، يعني قولي ممكن تبقى ايه 2,000 او كده، معرفش بعد الغلا ده، بس ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، هو جميل جدا جدا. الكثير من الخلاط وكبة الخلاط الكبيرة، لا بجد ما شاء الله حلو، وكمان حلو في حاجات كتير. لو انت عندك طفل بقى بيبي تهرسي الاكل وكده، لا حلو قوي.
نزلت كده بقى على اللحمة، نزلت بالبصل اللي انا فرماه، وهبدأ بقى ان انا اشغل كده النار تاني، واحط بقى واحدة ماجي والتوابل بقى، توابل اللحمة والملح ومعلقة من الحبهان ومعلقة من البابريكا وبس كده. عايزة بقى اقول لكم، بصوا بصوا الحركة دي، بصوا عايزة اقول لكم ان الفيديو ده من العيد، بابا كان جايب لي اللحمة دي في العيد وعملناها وكده، فالفيديو ده عندي على الموبايل من العيد. انتم متخيلين؟ مش عارفة ازاي ما نزلش فيديو حلو زي ده. يلا قدر الله ما شاء فعل. هنا بقى كنت موقفة معايا سيلة تقطع معايا. عايزة اقول لكم من احلى الحاجات اللي انت ممكن تعمليها، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق، ان فعلا بنتك تشاركك تقطيع مثلا. طبعا انا واخده بالي كويس جدا ان هي ماسكه قدامي، انا بس عايزه اجرأها ان هي تحب اللحمه النيه، لان هي كانت بتقرف جدا من اللحمه النيه. حتى بتقول لي يا ماما انا اول مره امسك لحمه نيه. قلت لها بصي سيلا، لازم تتعلمي كل حاجه عشان انت هتبقي ان شاء الله ست بيت. بس كده انا هنا كنت بقطعها. ايه احساسك وانتي ماسكاها؟ زي السلايم كده. دي كام مرة اصلا، انتي كام مرة تمسكي اللحمة معايا؟ 4 مرة لما كنا بنفرم، ومرة لما كنا بنوزع، ومرة لما كنا بنحط في المفرمة. في المفرمة الكيس، لما يعني لما بنقطع لما وزعنا يعني. لما دلوقتي كنا بنقطع دي رابع مرة. احساسك بقى ايه؟ احساسي يعني كنت بتقرفي الاول صح؟ اي بنوته كده ما تقرفش وتمسك اللحمه مع مامتها عادي جدا. ايوه قولي لهم بقى. تتشجع وتقول لمامتها يا ماما ممكن اساعدك وامسك اللحمه معاكي، مثلا بقى ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. المية كده غليت، وهنزل بقى دلوقتي باللحمة، وكمان هضيف بقى بصلاية، طماطماية، فلفل حصى اسود، وكمان لو عندك حبهان ولوري وجزرايه، ولو في كرفس بقى يا سلام. وهنا بقى ما شاء الله كان في كده جزء كده، عارفين اللي هي بتاعه المحشي دي، المهم حطيتها كده وقلت ايه اسيحها كده وانا واقفه. ولو طبعا في اي ريم كده فوق الشوربه كده فوق الحله تشيليه. وحطيت لومي وحطيت قرفه اللي هي السيجار دي. وبعد كده قلت بقى اعمل ايه، اعمل الرقاق، من احسن الاكلات اللي احنا فعلا فعلا بنحبها. معايا بقى شوربة كده، وهنضيف عليها كوباية من اللبن، وهو ده بقى اللي هفضل قبل بيه الرقاق. عايزة اقول لكم طعم الرقاق كان خطير، اللهم بارك، كان جميل جدا جدا. عندك بقى عزومة عارفة الاكل ده حلو قوي. وضفت كده فوق الشوربة دي بيكنج باودر معلقه كده عشان يكون ايه حلو قوي، وان شاء الله هتشوفوه اصلا قابب كده وجميل. وهنا بقى ما شاء الله همسك كده ايه واحده واحده اغرقها كده في الشوربه باللبن، والحاجه دي دافيه طبعا، وهحط 4 طبقات كده اللحمه، وبعد كده 4 طبقات تاني. هو الرقاق كفايه قوي 8 طبقات يعني، لان ده رقاق وسميك مش زي الجلاش نحط مثلا 10 و10 او 8 و8 على حسب اللفة عندك. بس دوق بقى الرقاق بالطريقة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله بإذن الله. هنا بقى ايه نفس اللي انا بعمله، ببل الطبقة كده وخلاص كده. عايزة اقول لكم ان انا كنت بس مش عارفة بس اعمل ايه، المقاس بتاع الصينية كان عذبني جدا. المهم لقيت بقى صينية تيفال كده حطيت فيها، قلت عادي لو صينية اكبر شوية مش مهم. حطيت كده الـ4 طبقات اللحمة، وهحط بقى 4 طبقات تاني. طيب نرجع بقى لموضوعنا، لو انتي عندك بيبي تعملي ايه؟ بصي عايزة اقولك على حاجة، ما شاء الله انا بالنسبة لي الاطفال يعني ولادي الاطفال انا اللي بديهم السيستم يمشوا عليه. يعني لو انتي منورة النور وقاعدة بقى ايه مشغلة التلفزيون بقى وايه فرح وبتنامي الصبح والكلام ده، ابنك هينام الصبح او بنتك او البيبي عموما هينام الصبح برضه معاكي. لكن لو انتي مهدية الدنيا وفي هدوء وراحة اعصاب والدنيا خلاص بقى متهيئة للنوم، هينام يعني هينام غصب عنه او غصب عنها هتنام. هنا بقى انا خلصت كده 8 طبقات وحطيت اللحمة،
وطبعا ايه هسقي بقى كل الصينية كده بثلاث مغارف مثلا كده من اللبن على الشوربة، لازم كله كده يتبل. طبعا الرقاق مش بيتقطع قبل، بيتقطع بعد. وهضيف كده بقى سمنة كده فوق الوش معلقة وبس كده. هدخله بقى على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. بجد ما شاء الله تحفة جدا. المهم بقى هرجع كده معاكم ان لازم وضروري ان انتي تعملي كده، تهيئي الدنيا عشان الطفل ينام. هقول لكم بقى على حاجة، اتبقى معايا لحمة طبعا لازم فورا كده عشان الجو حر، تحطيه في كيس تلاجة وتشيليه على طول في الفريزر. هتطلعيه مثلا تعملي بشاميل، تعملي جلاش، تعملي اي حاجة كده سريعة، الموضوع هيبقى معاكي حلو قوي. وهتقفلي بقى كويس جدا وخلاص كده. وانتي واقفة طبعا لملمي كده المطبخ. هنا بقى ايه بعمل المحلول الملحي بتاع الترمس. لازم المايه بتاعته تترمي، لو انت بتعملي يعني ترمس لازم يترمي، وبعد كده تعملي محلول ملحي. هتحطي مايه دافيه او مغليه يعني بتهدى شويه، وبعد كده هتضيفي 3 4 معالق من الملح على حسب الكميه اللي انت حطاها، كل كوبايه معلقه. هنا كان في سلكه كده رخمه قوي، بطلعها من الخشبه وهقلب كويس جدا وخلاص كده المحلول الملحي جاهز معايا. مش بقول لكم من العيد، والله العظيم غصب عني غصب عني انا ما نزلتش الفيديو الحلو ده. هنزل بقى كده الترمس كله وهسيبه ساعتين كده عشان الملح بتاعه يظبط. بقول لكم تحفه ما شاء الله. بس ساره واسيل كانوا عايزين شويه فحطيت لهم كده معلقتين. عايزه اقول لكم مفيد جدا جدا للهضم كمان، اعملوه حتى مش لازم في عيد، يعني اعملوه في الايام العادية كده تسالي. الحاجات دي مغذية جدا وفعلا كويسة. عايزة اقول لكم ان انا والله العظيم بحبكم جدا جدا يا اغلى اخوات عندي بجد، لانه فعلا انتوا اخواتي. وهنا بقى هنضيف ليمون وخلاص كده جاهز بقى للاكل والمزازة الجميلة دي. هنا بقى كنت بصلي لابسة الاسدال. خلاص بقى اللحمة استوت، هنا بديها كده ايه اخر حاجه الملح وغلوه وهطفي عليها. وعملت الرز وعملت كمان صلصه الفته يا جماعه. وهنا ما شاء الله هغرف كده الاكل، طبعا محمصه العيش بتوم كده ومعلقه سمنه، وهنزل بقى كده بصلصه وبعد كده الرز. طبعا ضفت ايه معلقه من الشوربه عشان يطرى معايا. والرز بقى الابيض المفلفل. بصوا ما شاء الله الاكل ايه يعني بيتكلم عن نفسه. والله بابا اليوم ده قعد يقولي تسلم ايدك يا ساره تعبناكي. لا طبعا ما فيش اي تعب، انا بفرح جدا جدا كده باللمه الحلوه، وبفرح كده لما بيكون اهلي عندي. بجد ربنا يا رب يديمها علينا نعمه. عشان كده بقولك ما تتعبيش من المطبخ، ما تزهقيش، ما تقوليش انا مليت، لا كل ده رزق من عند ربنا. هجيب بقى الصلصه، و حابه بقى ان انا كنت اكتب كده عيد سعيد، يعني نوع كده من البهجه. طبعا الطماطم كانت سخنه جدا بس كده كتبتها. شكلها الله لا حول ولا قوه الا بالله، شكل الاكل شهي جدا. وبصوا بقى صينيه الرقاق بجد جميله جميله جميله، اللهم بارك. هنا بقى هقطعها كده، وبصوا بقى يعني القطعه كده هتطلع القطعة بقطعتها. هنا قلبتها بكل سهولة، بصوا ما شاء الله تحفة تحفة، اللهم بارك. بألف هنا على اللي كل وعلى اللي شاف. عايزاكوا بقى تجربوا ان شاء الله الرقاق بطريقتي، هتعجبك جدا جدا. وبس كده بابا هنا كان بيزود كده صلصة. بحبكم في الله، رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.